تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فأنا أريد أن أتكلم الآن عن الشيعة، لأن كل هذه البذور الهالكة سببها الصحفيون المتشيعون. وأنا أعتبر كلمتي هذه نداء للمغفلين الذين لامون أيام كان حزب الله بيقاتل اليهود. وفي عز المعركة تكلمت كما تكلم غيري في بيان حقيقة الشيعة، فقام المخذلون المغفلون يقولون حزب الشيعة يقاتل اليهود، فلا يجوز لك أن تتكلم عن حزب الله لأن الجماهير لن تستوعب ذلك. وأنا أقول كما إن في شطر من الجماهير مغفل، في شطر مستيقظ. أفاق كثيرون على معرفة حقيقة الشيعة الإمامية الذين يسكنون إيران، والشيعة الإمامية اللي هم حزب الله. هؤلاء أعدائهم أهل السنة قبل اليهود. وأنا لا أقول كلاما خطابيا ولا كلاما عاطفيا، إنما هذا من كتبهم. نحن نفترق معهم في أصل من أصول الإسلام، ألا وهو القرآن، وفي أصل آخر ألا وهو السنة. هو القرآن غير الإسلام غير الكتاب والسنة؟ هم يقولون القرآن محرف، وفي رواية في كتاب اسمه حاجة زي كده فتح الوهاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. أنا أعني الهم أنساني اسم الكتاب. ها؟ فصل الخطاب، فصل الخطاب بتحريف بإثبات تحريف كتاب رب الأرباب. وفي أكثر من 2000 رواية عندهم تثبت هذا التحريف. السنة الصحابة زي ما انتم عارفين، يا فاجر يا كافر يا فاسق، فليس لهم عدالة. يبقى لا عندنا لا كتاب ولا سنة. وقال نعمة الله الجزائري أحد محققيهم يقول: لا يجمعنا بأهل السنة لا رب ولا نبي ولا كتاب. ليس ربنا ربهم، ولا نبينا نبيهم، ولا كتابنا كتابهم. والكلام ده متواتر، متواتر، يعني لا يستطيع إنسان أن ينكره إلا إذا كان باهتا، يعني بلغ من الكذب الممجوج والوجه المكشوف أقصاه وأعلى. احنا الان مبتلين بظهور نجم الشيعة. اهل السنة ضعاف، مخذولين في ديارهم، ومخذولون مع عدوهم. والمؤسسات الدينية في كثير من بلاد الاسلام لا تستحق الرواتب التي يأخذونها. انا عايز اعرف مجمع البحوث الاسلامية ده شغلته ايه هنا عندنا في مصر؟ البخاري بيطعنوا عليه على في الصحف، وطلع كتب تشتم في البخاري ومسلم،
وولد حقير طلع يقول على البخاري ومن أهل النار. ليه؟ لأن البخاري يحتقر النبي صلى الله عليه وسلم. ده عنوان يكتب مجمع البحوث، ده شغلته ايه؟ انا من زمان بسأل، هل رواتب هؤلاء حلال ام لا؟ ما عندناش كوادر، حتى لو في ناس عايزين يردوا ما عندناش كوادر. اللي بيطلع فوق بيطلع بالدرجة، بالعمر، بالسن، وليس بالعلم. المؤسسات الرسمية غسلنا ايدينا منها في بلاد في اكثر بلاد المسلمين، تعملش اي حاجة. النهاردة 1,400,000,000 مسلم في العالم على عجريهم وبجريهم، 73 فرق. الشيعة 200,000,000 فقط، 72,000,000 في إيران، وفي الخليج والعالم كله يكملوا الإيه؟ يكملوا 200,000,000. خلاص. وعندك كمان 200,000,000، 500,000,000 من 73 فرق. يتفضل 700,000,000 سني، 700,000,000 سني، أكثرهم مفتون بظهور نجم الشيعة. إيران بتتحدى أمريكا في النووي، وحزب الله غلب إسرائيل. خلاص، مش حد عارف يقول لأمريكا لا، ضعاف كلهم، حتى مش عارف يتكلم. فاللي قال لأمريكا لا، فهم المليان، والحد النهاردة بيتحايلوا عليهم وهو رافض، لأنه أرى المشهد قراءة صحيحة. نووي لا، قال له لا هشغل مفاعلات. قال له طب للأغراض السلمية؟ قال له لا. قال له ما تخصبش اليورانيوم؟ قال له لا هخصبه. قال له طب خصبه في روسيا؟ قال له لا في إيران. خلاص، العراق خلاص، الشيعة أكلوه مذبحة لأهل السنة كل يوم. وأنا ذكرت لكم قبل ذلك في شهر 7 اللي فات، أول 7 اتهجر 100,000 سني من البصرة، يا يسيب بلده يا يقتل. مساجد السنة في البصرة 187 مسجد لا تقام فيها جمعة ولا جماعة من 7 شهور أو 8، بيدخلوا صلوا يحصدونهم بالرصاص، طالعين من المسجد عربية مفخخة. الشيعة اللي عاملين كل القصة دي، 120,000 جندي أمريكي الآن في العراق تحت حماية الشيعة. هو أنت شفت مذابح إلا في المحافظات السنية في العراق؟ كركوك والموصل والفلوجة وبغداد؟ شفت في النجف وكربلاء والكلام ده، اللي حاجات يعني لا تساوي شيئا بالنسبة للذي يحدث في محافظات السنة. كل ده متكتم عليه لصالح مين؟ عايز أفهم يعني. نحن نقول كلمتنا، المغفل الذي لن يدرك سيكون تحت الأقدام عندما يدرك. ومنذ متى كان المصلحون يخشون الجماهير؟ فستذكرون ما أقول لكم. فنجم الشيعة طالع في إيران، ونجم الشيعة طالع في لبنان. وطبعا يؤسفني أن أقول إن الدكتور يوسف قرضاوي، وطبعا هجيبه تاني، عمل محاضرة في نقابة الصحفيين أظن الشهر الماضي أو في مكان في مصر يعني، واتكلم كلام صريح، كلامه كان حقا وصريحا، وجاءت على الفضائيات المحاضرات بتاعته، وقال إن حسن نصر الله ده زيهم بالظبط، من الجماعة اللي بيقولوا ما فيش القرآن محرف ومش عارف. قال كل شيء بحق. في نفس الأسبوع أحاطت به الجوقة المعروفة إياها، خلته يرجع في كلامه، وطلعت في الجرائد في الأسبوع وغيره الكلام ده، إن أنتوا فهمتوا
كلام الدكتور يوسف قراوي غلط. هو ما كانش يقصد، كانش يقصد ان يعني ان الشيعة وحشين والكلام ده، لا، احنا بنتفق في امور كثيرة جدا، واختلافنا حاجة بسيطة خالص. وكل يوم يطلع شوية جهلة بالسنة والشيعة معا يكتبوا ان الشيعة فيش اي حاجة وان كلنا مسلمين. فنقول هذا تغرير باهل السنة، وهذا لا يجوز. الذي يحدث من الكلام عن الصحابة ده بذرة التشيع في صحفيين، هناك صحفيون جهلة ومتشيعون وحاقدون على أهل السنة. كان في ولد حقير كان بيخطب في مسجد في مقابل السفارة الإسرائيلية، ده أنا شفت له الأسبوع قبل الماضي لقطة من محاضرة بيقولها. طبعا خرج بفضيحة، هو في إيران الآن ومحاضرات كلها من إيران، اللي هو قال إن عمر بن الخطاب كان لوطي وكان عثمان بن عفان مش عارف إيه وربنا أذله، فما فيش بواب إلا تلاقي اسمه عثمان. أنا بقى رأيته وسمعته بيقول العشر المبشرين بالجنة، الله يخرب بيت أبوه، أبو بكر يخرب بيت أبوه، أبو بكر إيه بتاعية الله الحاجة، ويعمل كده على رأسه. أما عمر ده بقى، ده حدوتة تانية. عمر ده عشان مش مجنة ولادي الكلب، زي ما بقول لكم كده. جمعية آل البيت اللي الأزهر حاضر ترخيصها من سنة 58 خد الترخيص كم سنة كده. فده عبارة عن مد شيعي، تحقير الرموز عندنا. النهارده ان شاء الله في صلاه التراويح، بعد صلاه التراويح انا هعمل محاضره في فضل عائشه، هجيب بقى البخاري واجيب مسلم وكان اتكلم عن هذه السيده الفاضله طاهره. حد يبص لعائشه زوج نبينا؟ سبحان الله. العائشه دي بقى عند الشيعه كافره. وطبعا دعاء صنمي قريش ابو بكر وعمر ده دعاء معروف عند الشيعه، له 10 شروح عند الشيعه، دعاء صنمي قريش. مين بقى صنمي قريش؟ ابو بكر وعمر. والدعاء بقى مفتتح، اللهم لعن ابا بكر وعمر ولعن ابنتيهما، لعائشه وحفصه. ده بقى تقول لي تقارب، تتقارب مع ده ازاي؟ تحط ايدك في ايد النجس ده ازاي؟ انا مش فاهم الجماعه اللي بيقول لك التقارب بين السنه والشيعه، دول فاهمين حاجه عن السنه او الشيعه؟ والله لا يفهمون شيء لا عن السنه ولا عن الشيعه، الا اذا كانوا عملاء. واحنا ما بنتهمش حد بالعمل، اقصى ما يمكن ان نفهمه نقوله جاهل غبي ما بيفهمش حاجه. فزوج نبينا عليه الصلاه والسلام الذي راه النبي صلى الله عليه وسلم في سرقه من حرير، جبريل عليه السلام كان يوريله صورتها في سرقات في قطعة حرير، وقال أريتك قبل أن أتزوجك مرتين في سرقات من حرير، فإن أقول هذا من الله يمضي. فتحقير بقى الصحابة لما الجيل الذي نقل لنا السنة، المقصود منه سقوط السنة كلها. وإحنا عارفين نقل الأخبار، الراوي أي بني آدم ينقل الأخبار لابد أن يكون عدلا ضابطا، عدلا اي صاحب دين، ضابطا صاحب حفظ. خلاص، يبقى لما يكون هم فسقوا يبقى سقطت عدالتهم. نجيب السنه منين؟ نعرف ديننا كله منين؟ اذا كان الناقلون لهذا الدين فسق وفجر وناس ليس لهم عداله، يبقى لا قران عندنا بعد ما تلت القرآن بس هو اللي موجود، وتلتين القرآن هربان به القائم اللي مش راضي يطلع من السرداب بقاله 1000 سنة. هؤلاء الحمقى موقفين خيول على السرداب لحد ما الباشا يجي، وهذا لن يلده السرداب أبدا. وتتأمل ما أفاعيلهم وكتبهم، تراهم أحمق الخلق. تصور في عيد من أعيادهم يأتون بنعجة، نعجة يقولوا اكتبوا عليها كده عائشة،
ويفضلوا ينتفوا في الصوف بتاع النعجة كأنه بينتفوا فيه في فروة عائشة، والنعجة تتعذب لما ينتفوا الصوف شعر شعر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتل أحدكم فليحسن القتلة، وإذا ذبح فليحسن الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ومش كده بس، في العيد بتاعهم يجيبوا كده تمثال عبارة عن عجين، عجين مطبوخ يعني زي خبز، ويحشوا بطنه سمنة وعسل، ويوم جاي الواحد فاتح كرشه وياكل السمنة والعسل، كاتبين على واحد أبو بكر وعلى التاني عمر، كده بيشرب من دم أبو بكر وعمر. عالم مجانين تقرأ في كتبهم يسود قلبك إذا قرأت كتابا من كتبهم، تشعر أنك تقرأ في كتب اليهود وليس في كتب أناس ينتسبون إلى القبل. فنحن مقبلون على بذرة التشيع في مصر، وإن شاء الله لن نمكنهم من هذا أبدا، ونحن لهم بالمرصاد. وينبغي أن يكون هناك فريق من الدارسين يدرسوا هذا المذهب دراسة كاملة، عشان لما يجي الزحف علينا يبقى عندنا حرس حدود، ولا نسيب حدودنا مفتوحة؟ ولا تلتفتوا إلى هؤلاء المجرمين المغفلين، كلهم لا يفقهون شيئا، ولا هم في العير ولا هم في النفير. إذا جاز أن نتكلم عن الصحابة فلا يبقى هناك شيء محترم، فرد خط فاصل، الصحابة لا يجوز لأحد أن يتكلم فيه. قيل لعمر بن عبد العزيز رضي الله عن عمر في أن يقول رأيه في الفتنة التي جرت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، فقال تلك فتنة لم أغمس دمي فيها فلا أغمس لساني فيها. ثم تلا قوله تعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله